الأستاذ خلف الحبتور مساك الله بالخير أولا، وثانيا كل عام والإمارات وأهلها بنماء وبهاء بمناسبة الذكرى 46 لعيد الاتحاد وأيضا لهذه الفرحة العظيمة التي تجمع ما بيننا وبينكم. شكرا. أول شيء نهنيكم ونهني أنفسنا ونهني عيد الاتحاد، عيد بالنسبة لنا عرس فرح. عيد الاتحاد هو اللي في السنوات 46 سنة هذه دولة الإمارات على عمرك تختلف عن أي دولة أخرى، أن بنت نفسها، مش بنت فقط العمارات والشوارع والطرق، بنت الإنسان. يا سلام. بنت الإنسان، خلقت منها الإنسان أنه يمثل دولة الإمارات في الداخل وفي الخارج بفخر واعتزاز وحلم واحترام للآخرين. هذا أهم شيء عنده، أنه فخور ببلاده، المواطن الإماراتي، وحتى المقيمين في الإمارات نحن نحسبهم من نوافينا، إن كانوا عرب أو أجانب، أسيويين، أمريكان، لهم أفارقة وغيرهم، نحسبهم مني لأنهم يخافون على 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 بلادنا مثل ما نحن ما نخاف. هذه المدرسة طال عمرك اللي تعلمناها من أجدادنا وآبانا وقادتنا المؤسسين دولة الإمارات العربية المتحدة المرحومين الشيخ زايد والشيخ راشد رحمة الله عليهم وأجرهم الجنة.